بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، بداية نرفع باسمي وباسم أسرة تلفزيون الفجيرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة رشيدة ومواطنين ومقيمين على هذه الأرض الطيبة، وإلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. برنامج للتسامح وطن، وأي وطن؟ التسامح في قبلة العالم للتسامح، إنها دولة الإمارات العربية المتحدة. برنامج للتسامح وطن هو ومضة بسيطة تسلط الضوء على مفاهيم وقيم التسامح في شهر التسامح، شهر رمضان، لأهل الخير والمحبة، لأهل التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة. ليه التسامح في برنامجنا مشاهدينا الكرام؟ التسامح لأنه في دولة الإمارات العربية هو تجسيد حي لتعاليم الإسلام الحنيف، هو تعبير طبيعي عن الاعتزاز بعظمة التراث العربي والإسلامي. هو أيضا التسامح من الجميع وإلى الجميع دون تفرقة أو تمييز بين بني البشر على أساس النوع أو الجنس أو المعتقد أو الثقافة أو اللغة أو حتى القدرة أو المكانة المتفاوتة بين الناس. التسامح يؤدي إلى التآلف والتراحم. التسامح هو الحوار بين الجميع من أجل منفعة الجميع. التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الحياة في سلام مع الآخرين، احترام معتقداتهم وثقافتهم، هو الإدراك الواعي بأن التعددية والتنوع في خصائص السكان هم مصدر قوة للمجتمعات البشرية. التسامح في الإمارات يؤكد على أهمية تنمية المعرفة بالبشر أجمعين والانفتاح عليهم بإيجابية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتخلص أيضا من الصور النمطية السلبية عن الآخرين. التسامح بذلك هو دعوة إلى الجميع إلى تفهم العلاقات الإيجابية بين الناس والثقافات والمعتقدات، وإلى ما يؤدي إلى ذلك من اعتزاز بالثقافة والهوية الوطنية. التسامح في الإمارات مشاهدينا في كل مكان هو تعبير قوي من القيادة والشعب عن الحرص الكامل على توفير الحياة الكريمة للجميع. لكل السكان، القادة والشعب في الإمارات ملتزمون تماما بالقيم النبيلة التي يشترك فيها الجميع، بنو الإنسان اللي بتحقق العدل وتحقق سيادة القانون وتحقق التعايش السلمي بين الجميع. التسامح في الإمارات هو أسلوب ناجح للتعامل مع النزاعات ونشر المحبة والسلام. أخيرا، التسامح في الإمارات ليس فقط واجب أخلاقي، بل هو كذلك أداة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، كذلك تأكيد احترام مكانة الدولة في العالم. التسامح في الإمارات هو الطريق إلى بناء علاقات دولية إيجابية في عالم يتسم بالتنوع والتعددية في السكان. التاريخ خلد حكمة الوالد المؤسس عليه رحمة الله الشيخ زايد، لما كان الشيخ زايد بيأسس للتسامح في الدولة لأنه الله سبحانه وتعالى حباه فكر عميق ورؤية ثاقبة وقلب كبير، استطاع بيهم بفضل الله سبحانه وتعالى توحيد أبناء الإمارات السبع ليؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء بأبنائها خلال وقت قياسي، كما سعى طيب الله ثراه إلى ترسيخ قيم الإسلام الحنيف والعادات العربية الأصيلة، فجعل قيم العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر منهج للحياة والعيش الكريم. مشاهدينا في كل مكان، برنامجنا للتسامح وطن في فقرة قصة التسامح أو رواد التسامح، وأيضا في فقرة أيضا بتتحدث عن سفراء التسامح، ومعانا كمان مسابقة يومية بتقدمها أو بترعاها جمعية الفجيرة الخيرية وتقدم من خلالها جوائز قيمة جدا عبارة عن 500 درهم نقدا يوميا، وأيضا معانا أسبوعيا رحلتين عمرة، ومعانا أسبوعيا جهازين تابلت، كل ده علشان نبحث في القرآن الكريم في آيات التسامح وقيم التسامح، نقرب أكثر من معاني التسامح في حياتنا من خلال برنامجكم للتسامح وطن. مشاهدينا في كل مكان، الآن معنا ضيف عزيز علينا من مؤسسة رائدة وهيئة رائدة عالميا ومحليا، رسخت لمفهوم جديد من مفاهيم التسامح وهو العطاء. العطاء ليس فقط لبني جنس ولا بني دين ولا بني عقيدة ولا ملة ولا قبيلة ولا وطن، إنما التسامح والعطاء عندهم لكل الإنسانية. نجدهم يبسطوا أيادي العطاء في كل مكان في العالم، خاصة لو هذا المكان فيه منطقة منكوبة أو في أزمة موجودة، تجد دائما الراية مرفوعة، راية دولة الإمارات العربية وراية هذه الهيئة الموقرة، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. يسعدنا أن يكون معنا اليوم سعادة عبد الله الظنحاني مدير الهلال الأحمر مركز الفجيرة. أهلا ومرحبا سيدي. يا أهلا بك، مرحبتي، حياكم الله، كل عام وأنتم بخير سيدي. وأنت بخير وصحة وسلامة. بداية، شو حابب تقول للجمهور والمشاهدين بمناسبة شهر رمضان؟ والله يشرفني أن أتقدم التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ علي بن زايد رئيس الدولة، وإلى أخيه صاحب السمو محمد بن راشد
نائب رئيس الدولة حفظه الله، وإلى سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي النائب القائد القوات المسلحة حفظه الله، وإلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد محمد الشرقي، وإلى محمد بن حمد ولي العهد الفجيرة حفظه الله، وإلى شعب الإمارات كافة والحكام دول الإمارات وعلى المقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة حلو شهر رمضان المبارك. أعد الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. آمين يا رب العالمين، وكل عام حضرتك بخير وصحة وسلامة. في عام التسامح ظهرت مفاهيم جديدة للتسامح، والله حابين نتعرف عليها معكم. والله احنا ملتزمين بمسيرة الدولة الإنسانية والخيرية التي أرساها سمو الشيخ زايد رحمه الله القائد المؤسس وسرع نهجه قادتنا بكل تفان وتسامح صونا للحياة الإنسانية في العالم. فعام التسامح هو عام لتعميق مفاهيم التسامح الذي يعتبر من أسمى التقدم الذي نعمل على ترسيخها لدى أبنائنا، فهو القيمة الأساسية في بناء المجتمع واستقرار الدول وسعادة الشعوب ونشر حب الخير للمجتمع والتآلف والتعاون والعطاء والمساواة بين الشعوب جميل وبين البشر جميعا. جميل. الهلال الأحمر أيضا مؤسسة رائدة وبتقدم الخير والعطاء في كل جوانب الحياة. صحيح. الهلال الأحمر بيأسس لمفهوم جديد هذا العام بشعار جميل، كن للإنسانية عطاء. هذا المفهوم يعني أي رسالة بيبعتها للناس؟ والله يا أستاذ عمل الهلال الأحمر جبار بالنسبة للإنسانية، ممكن نشوفه عن طريق العمل الخيري اللي يقوم به خارج الدولة وداخل الدولة. موجود. نعم. نرى يوميا في نشرات الأخبار. نعم صحيح. نعم. هذا هو يدل على أنه عام التسامح الموجود اللي أطلقه المرحوم طيب الله ثراه سمو الشيخ زايد عليه رحمه الله. لو وصلنا لمركز الفجيرة ومشاريعه المتميزة في رمضان، عارفين كل عام عندكم مشاريع متميزه، امير نعم رمضان وافطار صايم وشيء جميل في رمضان. صحيح. نعم. بيرسم البسمه على وجوه الناس. نعم، من هذه البرامج هي افطار صايم. نعم طبعا، كل سنه ولله الحمد الهلال الاحمر يقوم وضع الخيام من في الفجيره او الساحل الشرقي بالكامل بمد العود وعمل افطار صايم لكل هالمنطقه، وهذا طبعا يجب لازم يكون فينا تسامح بين. جميل. افطار الصائم كم الخيام الموجوده او عدد الوجبات الموجوده؟ تقريبا 13 خيمه رمضانيه. طبعا هذا الهلال الاحمر. نعم. وبالك في الجبهات الثانيه متواجد فقط في الهلال الاحمر 13 موقع موجود. نعم. ما شاء الله عدد كبير يعني. نعم تقريبا المستفيدين من هذه الخيام 3500 مفطر يومين او مفتر. نعم جميل. نعم. ايضا الامير الرمضاني من المشاريع المتميزه. نعم في نعم في هناك في امير رمضاني وفي زكاة الفطر موجودة بعد. بالنسبة لل تم توزيع المير الرمضاني قبل رمضان ولا بيستمر كمان أثناء لا رمضان؟ لا يستمر لين آخر رمضان إن شاء الله. هذا كل ده مساعدات للأسر. نعم. من خلال توزيع المواد الغذائية. نعم نعم. وفي مواد غذائية عينية موجودة أو في مواد غذائية موجودة حتى الآن. جميل. هذا من قبل رمضان لين آخر رمضان هنا يكون عندنا شو حبيت نستفيد من هالشيء. أي مشاريع تانية في رمضان حابين تقدموها للناس من خلال مركز الفجيرة تبع الهلال الأحمر؟ والله لحتى الان في موجود لحتى ما وصلنا يعني. نعم. اما في ان شاء الله في برامج موجوده يعني. برامج اخرى موجوده موجود طيب. حاليا اذا لم اذكرها. اذا نظرنا لافطار الصائم ومفهوم الانسانيه في افطار الصائم، دخول الناس للخيام دون سؤال دون شكل دون لون دون دين، هذا شيء طبيعي. ان الهلال الاحمر ما يميز اي ما يحط اي او ما في تمييز، ما في تمييز بين الشخص وشخص، الجميع ما شاء الله ما شاء الله يعني. جميل. إذا كانت الأسر بتجتمع في رمضان على موائد الإفطار، فأنتم في الهلال عملتوا موائد الخيام أو الخيام الإفطار كمان أسر من خلال الـ 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 الشباب والعزاب والعمال والله هذا عام التسامح. جميل. ما في تميز بين شخص وشخص وبين جنسية وجنسية. الحمد لله الإكرام بهنا في دولة يمكن 250 ديانة أو دولة، ما في تفرقة بين 250 جنسية بيعيشوا على أرض الدولة. نعم. الشيخ زايد الله يرحمه لما سئل عن يعني كثير من الجنسيات بتعيش على أرض الدولة وكثير من الناس بيستفيدوا من الدولة، قال المال مال الله والأرض أرض الله. نعم. أو يعني واللي يبغانا حياة الله الله يرحمه. نريد كلمة أخيرة
توجهها للمشاهدين حول المساهمة في مشاريع الخير مع الهلال الأحمر؟ والله أنا أوجه للمشاهدين أن باب الهلال الأحمر أو باب الجمعية الثانية مفتوح لأي تبرعات توصل لأي متعفف لأي فقير في الدولة. جميل. في رسالة للتسامح حابب تقولها؟ لا ماشي. نشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، سؤالنا النهاردة سؤال سهل جدا وبسيط جدا، وهو أيضا بيحمل مفهوم ومعنى التسامح. آية في القرآن الكريم اتكلمت عن التسامح بأرقى صوره. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا في الآية دي إن ربنا خلق الناس وجعلهم شعوب وقبائل ليتعارفوا. اذكر الآية القرآنية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها أنه جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا. هتفوزوا معنا اليوم ب 500 درهم نقدا مقدمة من جمعية الفجيرة الخيرية، وجهاز تابلت أيضا مقدم من جمعية الفجيرة الخيرية لترسيخ مفهوم التسامح. رقم التواصل على الشاشة أمامكم مشاهدينا في كل مكان. فاصل قصير ونرجع نأخذ اتصالاتكم، فابقوا معنا. عدة الأكام. مشاهدين رجعنا لكم بنكمل معاكم حلقة النهاردة من برنامج للتسامح وطن، وبنذكركم بسؤال حلقة النهاردة، وسؤالنا في غاية البساطة والسهولة. آية في القرآن الكريم تخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف ونتآلف. ما هذه الآية القرآنية التي ذكر الله فيها سبحانه وتعالى أنه خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف؟ الآية سهلة جدا، بننتظر اتصالاتكم مشاهدين على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة الآن، ونعرف مين فاز معنا في نهاية الحلقة بجوائزنا النهاردة. ونكمل مع ضيفنا سعادة عبد الله الظرحاني مدير الهلال الأحمر فرع الفجيرة أو مركز الفجيرة ومشاريع رمضان المتميزة الأخرى. والله عندنا مساعدات اجتماعية متنوعة، عندنا مساعدات إنسانية طبعا يختص فيها سنويا كمساعدات، نعم، للأسرة الفقيرة والمتعففة المتعففة. نعم، وعندنا مساعدات طبية تشمل طول العام، بس بالفترة في فترة متوقفة عندنا شهر رمضان فقط لا غير، نعم، لاستقبال الطلبات. أما باقي السنة استقبل أي طلب طبي. جميل. وفي طلبات طارئة بالنسبة للمساعدات الطارئة اللي هي فزعة. تحتاج إلى شو؟ تحتاج إلى فزعة سرعة إجراء. نعم جميل. نعم. أنا أعرف منك كيفية اختيار الأسر الفقيرة لتأخذ هذه المساعدات، بس نوصل لأخذ اتصال ونرجع نكمل مع حضرتك. معنا اتصال يوسف عبد الرحمن من عجمان. أهلا وسهلا يوسف، تفضل. أهلا، أهلا بك، بارك عليكم الشهر. علينا وعليكم رب العالمين، وكل عام وانت بخير. إجابة السؤال هي إن شاء الله سورة الحجرات آية 13. الآية بتقول وجعلناكم شعوبا قبائل للتعارف. الآية من أولها. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نشكرك أخونا يوسف، ونعرف الإجابة صحيحة ولا لا في نهاية الحلقة. هو قال من سورة الحجرات، والآية بتبدأ بيا أيها الناس، لكل الناس الآية. هل هذه الآية المقصودة في الحلقة أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس شعوبا وقبائل يتعارفوا؟ معنا اتصال آخر من خليفة من العين. السلام عليكم أستاذ خليفة. وعليكم السلام، أهلا بيك. إجابة السؤال هي السؤال الإجابة آية 13 من سورة 13. سورة إيه؟ أي سورة؟ طب قولي الآية. طيب الآية؟ نعم نشكرك يا خليفة، وتعود الاتصال بنا مرة تانية. ومعانا اتصال أسماء من العين. السلام عليكم يا أسماء. وعليكم السلام، كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك، تفضلي. إجابة السؤال هي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. نشكرك يا أسماء على المشاركة معنا، وهنعرف في نهاية المسابقة إذا كانت الإجابة. معنا اتصال من محمد من الفجيرة. أهلا ومرحبا يا محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال هي
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نشكرك يا محمد على المشاركة معنا وعلى الإجابة، ونرجع لسعادة عبد الله الظنحاني نسأله على آلية اختيار الأسر اللي تحتاج إلى مساعدة. والله أسر الحالات المرضية نعم. معها تقرير نعم طبي نعم من نعم نعم في بعض الأسر توصل لحتى المركز موجودة نعم هنا نستقبلهم وبعد نبحث عنهم البحث الاجتماعي عندنا القسم كامل متكامل، عندنا ما شاء الله عاملين يعني يقوم بالبحث عن المتعففين من نفس الشخص اللي يجينا على طول نقوم بالبحث عنه. دي موضوعية البحث في بعضهم لا نعم ما يجي المركز، لكن هنا نبحث عنهم، أو في ناس يبلغون أنه في شخص متعفف أو فقير وهنا حضراتكم اللي تذهبوا تبحثوا عن الفقراء عن المحتاجين نعم المساكين نطلع بين مجموعة أو لجنة نبحث عن الشخص هذا. جميل نعم رائع، هذا مفهوم جديد أيضا في العطاء والتسامح. لا شيء موجود الحمد لله. جميل نرجع معكم مشاهدينا وبنكمل اتصالاتنا معكم ومعنا أحمد رشاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أستاذ أحمد، وأنت بصحة وسلام يا رب. إجابة السؤال هي صرت بحشرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نشكرك أخونا أحمد على المشاركة معنا وعلى الإجابة، والسؤال في غاية البساطة والسهولة، وإن كانت الآية هي الآية الصحيحة نعرف في نهاية الحلقة، ولكن الآية بتبدأ بيا أيها الناس، ودي أيضا فيها لفتة جميلة إن ربنا سبحانه وتعالى لم يخاطب الناس بقول يا أيها الذين آمنوا، إنما قال يا أيها الناس، هذا الخطاب لكل الناس، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يميز أبدا بين حد وحد إلا بتقواه إلا بتسامحهم مع الآخرين. معنا اتصال جمعة. السلام عليكم يا جمعة. عليكم السلام. حياك الله، أهلا وسهلا بك، تفضل. الإجابة هي الآية 13 سورة الحجرات، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أشكرك على المشاركة معنا أخونا جمعة وعلى الإجابة، وهنعرف أيضا بعد شوية الإجابة الصحيحة. معنا اتصال من خديجة من العين، أهلا ومرحبا يا خديجة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإجابة هي آية 13. آية 13 من سورة الحجرات. من سورة الحجرات. نشكرك يا خديجة على المشاركة، وإحنا سمعنا الآية 13 من سورة الحجرات سابقا. اللي حابب يقرأ الآية إحنا بنسمعها منه، واللي حابب يقول لنا اسم ورقم اسم الصورة ورقم الآية أيضا هنشوف إذا كانت الإجابة صحيحة ولا لا في نهاية المسابقة. ومعنا اتصال من محمد، أهلا وسهلا يا محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك يا رب. إجابة السؤال آية رقم 13 من سورة الحجرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. نشكرك على المشاركة معنا وعلى الاتصال وعلى تلاوة الآية بشكل جميل يا محمد، بارك الله فيك ونفع الله بك. ومعانا اتصال من شيرين من الفجيرة، أهلا ومرحبا يا شيرين، اتفضلي. شيرين اسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشارك لو سمحت. أنت مشاركة بالفعل، اتفضلي. هو الجواب سورة الحجرات. الآية؟ الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله. نشكرك يا شيرين على المشاركة معنا وعلى المتابعة، ونرجع نكمل مع ضيفنا في حلقتنا النهاردة سعادة عبد الله الظنحاني مدير الهلال الأحمر مركز الفجيرة، وبنتكلم عن اللمسة الإنسانية في مشاريع رمضان في الهلال الأحمر. والله الحمد لله، الحمد لله الهلال الأحمر يعني دائما يعني في هذا الموضوع المقدمة، يعني ما تقول أنت المساعدات الإنسانية يكون أول متقدمين في هذا. بنشوف الأماكن المنكوبة دائما واللي عندهم مشاكل يعني إغاثات بيحتاجوا إلى إغاثات، أول الصفوف دائما نجد الهلال الأحمر. نعم الهلال الأحمر في المقدمة. جميل. يعني خارج الدولة أو داخل الدولة، لأن الحمد لله ما عندنا لا مناطق منكوبة. حلو. ولا بس الأيام الشتوية أو الفصل الشتاء
يكون في امطار زياده شوي. نعم. دخول ما داخل المنازل. نعم. نتكلم على مناطق الكوبا خارج الدوله، على الاماكن اللي فيها اعصار او فيضانات او زلزال او حتى الاماكن اللي فيها حروب. نعم بيكون الرحمه مقدر يعني. نعم. هذا الشيء معروف متعرف عليه. جميل. نرجع ناخذ اتصالات ونكمل معكم مشاهدينا. ومعانا اخر اتصال في حلقه اليوم من رغد من الفجيره. اهلا يا رغد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اجابه السؤال هي سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم. نعم. نشكرك يا رغد على المشاركة. إن الله عليم خبير. شكرا. نشكرك على المشاركة معنا، وما شاء الله الاتصالات معنا اليوم كانت متميزة وكثير في أول حلقة، والسؤال صعب مش سهل، ولكن ما شاء الله الناس كلها بتعيش معنا التسامح وقيم التسامح، حتى آيات التسامح في القرآن الكريم كانت واضحة في إجاباتكم. ونرجع لضيفنا بنشكره شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب وعلى المشاريع المتميزة وعلى شعار الجميل اللي أطلقه الهلال الأحمر. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. جزاك الله. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. التسامح سعادة، التسامح محبة، التسامح فرحة، ومن مظاهر الفرحة هو الفائز أو الجوائز اللي بتوزع النهاردة. ومعنا سيد عبد الله ظلحاني بيجري معنا السحب. تفضل اختار معنا الفائز ب 500 درهم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جمعية الفجيرة الخيرية. مين سعيد الحظ؟ تفضل. سعيد الحظ اليوم رغد عمار من الفجيرة. رغد عمار من الفجيرة، ألف مبروك، 500 درهم نقدا مقدمة من جمعية الفجيرة الخيرية. معنا سحب ثاني لجهاز تابلت ايضا مقدم من جمعيه الفجيره الخيريه. مين فاز معنا بالجائزه؟ شكرا جزيلا. شيرين نصر من الفجيره فازت معنا بجهاز تابلت، الف مبروك. الف مبروك للفائزين معنا النهارده. وموعدنا غدا في نفس الموعد الساعه 6 حلقه جديده مع برنامجكم للتسامح وطن.